بعد سلسله من المسيرات سلسله من الضربات اللي قمنا بها، وضرب مفتوح عنده اكثر من شهرين الان بكليه الحقوق بتونس، تونس الجمهوريه. للاسف ما لقيناش تجاوب من قبل وزاره العدل. احنا مطالبنا ماهيش مطالب صعيبه، ماهيش مطالب اللي هي معجزه، بالعكس احنا مطالبنا هي مطالب نتاع حوار. لازمنا نلقوا حلول للمشكله ذي، ان وزير العدل يحب يصدر مشكله لوزير التعليم العالي وهو في غنى عنها. الامر 345 هو اول ما دخلت فاوض مع وزير العدل قال انا ما اتكافئ في الفرص. اذا انا من موقعي هذا نقول له انه الامر 345 لا يضمن التكافؤ في الفرص، بتعلت انه الماستير ماهيش للناس الكل، بتعلت انه سيفري حليت مشكله طلبه الحقوق اللي موجودين يقراوا، من طلبه الحقوق هما مشروع محامين.